ينتهي العام الذي بدأت فيه روسيا حربها على أوكرانيا دون أن تحقق موسكو أهدافها. فقبل نحو 10 أشهر من الآن بدأت الحرب التي سماها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها عملية عسكرية، متوقعا أن يحقق أهدافه خلال أيام معدودة. توقعات الرئيس الروسي لم تكن في مكانها بعدما اصطدم بدعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا وولاء في قيادات الجيش للرئيس الأوكراني، بعدما راهن بوتين على إحداث انقسامات في النخبة السياسية والعسكرية الأوكرانية إثر دعوات عديدة كان يوجهها للانقلاب على الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. 10 أشهر وما تزال روسيا بعيدة عن تحقيق أهدافها بعد انسحابها من مدينة خيرسون التي سيطرت عليها في الأيام الأولى من الحرب، وعزم الغرب على المضي قدما في تزويد أوكرانيا بأحدث أنواع الأسلحة. على الصعيد السياسي فشل الطرفان رغم العديد من المفاوضات في التوصل إلى أي حل بسبب وضع كل طرف شروطا يراها الطرف الآخر تعجيزية، إضافة إلى التقدم المضاد الذي أحرزته أوكرانيا. وبين الواقع والتحليلات يرى معظم الخبراء أن الحرب ستبقى مستمرة ما لم تحقق روسيا حدا مقبولا من مكاسبها في أوكرانيا رغم ضمها لبعض الأقاليم. وفي المقابل يستمر الدعم الغربي لكييف التي لا تقبل أي سلام إلا بانسحاب موسكو من جميع أراضيها. لتبدو الأمور وكأن الطرفين يدوران في حلقة مفرغة، لا شك أن من رسمها له الكثير من المكاسب.